في آخر أخبار قضية مباراة الجزائر ونظيره الكاميرونية، نشر الصحفي فؤاد إسماعيل على صفحته الرسمية في فيسبوك منشور جاء فيه: يبدو أن جمال بلماضي في صف الاتحاد الجزائري لكرة القدم فيما يتعلق قضية على مستوى الفيفا. الفاف الذي يرى أن الحظوظ ضعيفة وعلينا التفكير في قدم المواعيد إن شاء الله. وجاء هذا المنشور بعد تصريحات جمال بلماضي اليوم الاثنين الذي اتهم فيها الحكم بكاري قاسم بمساعدة الكاميرون وعدم وفاء رئيس الفيفا إنفانتينو بوعده وتنظيف التحكيم في إفريقيا خاصة. والذي يثير الاهتمام أكثر هو أن الصحفي فؤاد إسماعيل بعد نشره للمنشور بعد ساعات قليلة يحذف المنشور من صفحته الرسمية على فيسبوك، مما يطرح العديد من التساؤلات لمدى حدث هذا المنشور الذي يخص قضية مباراة الجزائر والكاميرون. وهنا بدورك عزيزي المشاهد شاركنا بتعليقك في الأسفل، ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد.